التحرش مش باللمس بس او بالالفاظ، لا، ده فرض نفسه. المجتمع ازاي يتقبله؟ ازاي يتقبل المجتمع؟ ازاي يلاقي شركه، مع ان الاخبار دي تم نفيها لكن ممكن تحصل، مش بعيد عن المنطق يعني، ممكن تصدق مع ان تم نفيها، ان في شركه من الشركات قالت ان المتحرش ده تعالى اعرض عن بعض السلع اللي عندنا او بعض المنتجات اللي موجوده عندنا، برغم ان هو تم نفي الخبر، لكن هو يحصل وارد في رد الفعل المجتمع اللي انا شايفاه، ده امر وارد. ازاي المجتمع نسبه كبيره منه القت باللوم على الفتاه يعني شايفه ان التصرف المتحرش عادي؟ خلينا نسال السؤال ده للدكتور جمال السويسي، استشاري، ايوه، فرويز، استشاري الطب النفسي. دكتور جمال، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني انا السؤال اللي ممكن يعني يبقى محير، ازاي المجتمع من وجهه نظرك تقبل، يعني في نسبه كبيره منه تقبلت هذا الفعل من المتحرش؟ مع ده انخفاض الثقافة اللي في المجتمع. لو تشوفي دور السينما وتلي بعض الأفلام اللي هي لسه بدون المستوى وتلي عليها إقبال وهجوم من بعض الشباب، ده يوريك إن ده انحطاط الثقافة اللي موجودة عليه مصر حاليا، وده هنزيد بعد كده كمان. يعني احنا بنتكلم في وادي وللأسف الشديد الثقافة ماشية في اتجاه مختلف تماما عن اللي احنا بننادي بيه. للأسف الأمور ماشية من سيء لأسوأ لأسوأ، وده هيأثر على المجتمع في حاجات كتيرة جدا بالصور اللي احنا بنشوفها.